بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الرابعة في مادة مبادئ الاقتصاد الجزئي لنظام الساعات المعتمدة باللغة العربية. دي المحاضرة الرابعة من 6 محاضرات هيبقوا هم المقررين على أبناء الطلاب. المحاضرة الرابعة هنبتديها بالفصل الرابع وهو مرونة الطلب. الطالب يكون متعرف على تعريف المرونة السعرية للطلب، اتعرف على حالات المرونة الخمسة اللي أولها منحنى الطلب عديم المرونة، رسم منحنى الطلب عديم المرونة. تاني حالة من حالات المرونة هي منحنى الطلب لا نهائي المرونة، منحنى الطلب لا نهائي المرونة، منحنى الطلب متكافئ المرونة، ودي الحالة الثالثة. ده رسم منحنى الطلب متكافئ المرونة. التغير يلاحظ ان التغير في الثمن مساوي للتغير في الكمية، واحنا بنرسم نخلي بالنا. رقم 4 من حالات المرونة منحنى الطلب قليل المرونة، أقل من 1 وأكبر من 0. رسم منحنى الطلب قليل المرونة. 5 منحنى الطلب كبير المرونة، دي آخر حالة عندنا. ده رسم منحنى الطلب كبير المرونة. شكراً.